مباراة فرنسا وبلجيكا، فرنسا تسجل هدفي التعادل على بلجيكا في الشوط الثاني. سجل منتخب فرنسا هدف التعادل في شباك بلجيكا 2-2 في اللقاء الذي قام اليوم ضمن نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، وسجل هدف منتخب فرنسا عن طريق كل من كريم بنزيما وكيليان بمبابي من ضربة جزاء في الدقيقتين 62 و69، وكان منتخب بلجيكا سجل هدف التقدم في الشوط الأول عن طريق كاريسكو في 37 وفي الدقيقة 39 عن طريق لوكاكو، حيث تقدمت بلجيكا على فرنسا في الشوط الأول. وفي أحداث الشوط الثاني أحرزت فرنسا هدفي التعادل على بلجيكا في الشوط الثاني.